العربية والسيد رئيس جمهورية كوريا. 이집트 대통령님, 대한민국 대통령님. مذكرة تفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول مدى جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، يوقع عليها كل من وزيرة التجارة والصناعة عن الجانب المصري ووزير التجارة والصناعة والطاقة عن الجانب الكوري، فليتفضلا. 양국 간 무역 경제 파트너십 공동 연구 양해 각서에 한국 산업통상자원부 장관과 이집트 통상산업부 장관께서 서명하시겠습니다. مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022 وحتى 2026 بقيمة مليار دولار، يوقع عليها كل من وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية الكوري، فليتفضلا. 2022-2026년 EDCF 차관에 관한 양해각서에 한국수출입은행장과 이집트 국제협력부 장관께서 서명하시겠습니다. وثيقة ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار، يوقع عليها كل من وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزير خارجية كوريا عن الجانب الكوري، فليتفضلا. 이집트 룩스르 하이템 철도 현대화 사업 EDCF 약정에 한국 외교부 장관과 이집트 국제협력부 장관께서 서명하시겠습니다.
والآن توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي، يوقع عليها عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي. 이집트 전자 조달청 시스템 개선 사업 교환 각서에 한국 외교부 장관께서 서명하시겠습니다.